هنكمل مع بعض بإذن الله. commands for managing variables يعني قواعد تحكم في المتغيرات أو في التعامل مع المتغيرات. عندنا قاعدة اسمها who، لو أنت سجلت متغيرات x بتساوي 1 و بيساوي 2 وهكذا، يعني لما تقول who بيعرض لك المتغيرات اللي أنت بتتعامل معاها. يعني أنا قلت ال a بتساوي 1 وال b بتساوي 2، لما ادوس هو بيطلع لي الاي والبي، دي المتغيرات اللي انا بتعامل معاها، مش الاي والبي بس، وكل المتغيرات الموجوده اللي انا اتعاملت معاها قبل كده اللي هي في الليسته دي كلها، كل المتغيرات اللي اتعاملت معاها في الليسته دي كلها. تمام. هوز تطلع لي المتغيرات والقيم بتاعتهم والانفورميشن اباوت ذير بايتس اند كلاس. تمام، يطلع لي الحجم بتاع كل ايه متغير. يعني اعمل كده اهو هوز، هيقول لي ان المتغير A حجمه 1 في 1، البايت 8، كلاس نوعه يعني دبل وهكذا. لو عملت clear removes all variables from the workspace، هيمسح كل المتغيرات الموجودة في الشغل بتاعي. يعني ازاي؟ دي كلها متغيرات، لو انا قلت clear هيشيلها كلها بس كده. clear شال كل المتغيرات اللي في الورك سبيس. طب انا عايز امسح الصفحه دي كلها، اقدر برضه عن طريق ان اقول clc امسح كل الصفحه دي. فبالتالي لو دوست ايه هيبقى ده غلط، يبقى يقول لي undefined variable يعني غير قيمه غير معرفه. ليه؟ لان انا ما قلتش ايه بتساوي 1 كده، سجلت هنا ان ايه بتساوي 1 كده، اقدر اخدها واعملها في عمليه حسابيه تانية. لكن لو قلت clear all كده اتمسحت، لو قلت ايه تاني مش هيطلع لك القيمه بتاعتها. تمام، هتبقى طبعا حاجه غلط. طيب لو انا سجلت مثلا ايه بيساوي الايه بتساوي 1 والبي بتساوي 2 او الايه بتساوي 1 متغير دخلت في القيمه رقم 1 وسجلت البي بتساوي 2، طب انا عايز امسح متغير واحد فيهم بس، مش عايز امسح كل المتغيرات اللي بتعامل معاها. اقول clear واحط جنبها اسم الايه المتغير بالشكل ده x y و z x 1 براحتك، تحط مسافه طبعا متنساش، سيب مسافه وتقول ايه مثلا clear a، كده مسح لي ايه من الذاكره اهو مش موجوده، بقت b بس الموجوده. طب عايز امسح b، اقول clear b مسح b خلاص كده، لو حطيتهم تاني ملهمش قيم. وبالتالي اقدر برضو او امسح التلاتة مرة واحدة في سطر واحد. يعني قلت لو قلت الاي بواحد والبي باتنين عايز استخدم امر كلير عشان امسح اي وبي، ادي اي وبي هيمسحهم. لو انا عايز امسح كل المتغيرات اقول كلير بس هيمسح كله لو موجودين. يعني لو عايز امسح متغيرات معينة اقول clear واحط جنبها اسم المتغير اللي انا عايز امسحه. وانا اديك امثلة a بتساوي 3 6 ال b بتساوي كذا x بتساوي كذا، دي عمليات حسابية بس عشان يطبق لك ازاي عملية هو تمت وازاي هو استمت. تمام، اللي احنا لسه عاملينه من شوية. طيب في طبعا دوال، الدوال المثلثية والارك والشاين والكلام ده كله او الساين ماينس 1 دوال عكسيه يعني موجوده في الماتلاب. كل اللي انت عايز تعرفه انك ازاي تكتبها خلاص. معروف ان الكوزاين والساين وتان كل دي دوال مباشره، لو جات لك في الاسئله هتحطها بنفس الشكل. لكن ايه كوزاين اكس او ايه ساين اكس او ايه تان اكس، دي مش مباشره، مش هتجي لك في السؤال كده، ممكن تجي لك بهذا الشكل tan minus 1 ورقم كده. تمام، في العملية الحسابية دي معناها a tan، تيجي تكتبها لما تيجي تكتبها في البرنامج هو يفهمها a tan هذا الشكل arc يعني، وهكذا مع الساين والتان والكوزين. تمام، exponential معروفة exp exp exponential، square root sqrt
اللوغاريزم، اللوغاريزم الأساس 10، 10 أساس 10 و10 في دالة. المهم دي الدوال كلها زي ما انت شايف، مش كل الدوال دي هنستخدمها، الدوال اللي على اليمين دي كلها مش هنستخدمها، معظم الدوال اللي هنستخدمها هي اللي على الشمال دي، خلاص اللي هي في الاكسرسايز. هنشوف مع بعض. لوج رقم، لوج دي بتيجي مباشرة في السؤال فهتحطها زي ما هي، دي مفيش مشكلة، كل الكلام ده مفيش مشكلة. السكوير روت دي مش هتجيلك في السؤال، هتجيلك في السؤال مثلا بهذا الشكل، يبقى معمولة كده سكوير روت اللي هي دي، دي انت بتكتبها في الكود، لكن هو في السؤال بيعملها لك كده جذر 9، يبقى انت سكوير روت 9 في الكود تكتبها كده، تمام. طبعا السكوير يعني علامة المثلث دي مقلوب، تمام، اللي بتكتب من الكيبورد شيفت 6. طيب دي عبارة عن ايه؟ 2 في الجذر التربيعي. تعال نحول دي كده لدالة رياضية اللي هي دي 2، دي 2 في الجذر التربيعي ل a سكوير ناقص c سكوير. فهمت العملية؟ هو بيجيلك دي في السؤال بيقولك اعملها لي ببرنامج ماتلاب، فانت الفي دي هتعملها بالكيبورد اللي هي الفي دي، او هتعمل لي اكس اعمل في اللي هي استريك، يعني اكن اللي هي دي كده في العمليه الحسابيه، اما في الماتلاب بياخد دي. في الجذر التربيعي لو سكوير روت اس كيو ار تي يعني سكوير روت، وافتح قوس حط بقى اي حاجه تربيع ناقص اي حاجه تربيع براحتك. طيب هيلب، لو انت مثلا في داله مش عارف تستخدمها ازاي بتكتب هيلب واسم الداله، هيجي لك سكوير روت دي معناها ايه، يعني انت ممكن تعملها دي في الامتحان يعني لو انت ادائك حلو يعني، بس طبعا الامتحان مفيهوش وقت انك تقعد هيلب وكده يعني، تمام، بس انت لو سريع ممكن تنجز حاجتك يعني. بس انت لو فاهم خلاص مفيش مشكلة يعني. في بقى حاجة عندنا اسمها display formats، دي زي الديسبلاي فورمات، دي عبارة عن المسافة اللي بتنضغط أو للسماح بضغط المسافة بين السطور لكتابة أكواد أكتر، يعني أنت طبعا عايز تكتب أكواد كتير جدا، لو كتبتها أنت عايز المسافة اللي بين السطور تقل أو تزيد، يعني شايف المسافة دي، شايف المسافة دي، شايف المسافة دي، شايف المسافة دي، انت عايز الحاجات دي تقللها او تزودها حسب ما نشوف الحاجات الجايه دي دلوقتي. بيقول لك فورمات كومبات كومباكت، فورمات كومباكت يعني suppresses extra line feeds، فورمات شورت fixed point فورمات with 4 digits. فورمات كومباكت ده بيضغط المسافة بين السطور عشان يكتب أكواد أكتر، لكن فورمات شورت، فورمات شورت فيكست بوينت فورمات وذ 4 ديجيت، يعني بيخلي العلامة العشرية بعد العدد الصحيح أربع أرقام بس، يعني أنت ممكن مثلا تقسم رقم على رقم تلاقي مثلا 382 على 7 تلاقي رقم كبير كسر أوي كبير أوي، أنت عايز تقربه لإيه؟ لأقرب رقم اللي هو أربع أرقام، فتقول إيه؟ فورمات شورت، فورمات شورت. طب أنت لو عايز تتعامل مع أرقام كبيرة يبقى تكتب فورمات لونج الأول وتعمل العملية الحاسبية اللي أنت عايز تعملها، تمام؟ نفس بقى الفكرة بقى في أي حاجة، نفس الفكرة في حاجة، فورمات لونج يعني تتعامل مع أرقام الحسابية اللي هي كسور كتير قوي، فورمات شورت يعني ياخد أربع علامات عشرية بعد الرقم الصحيح، كل ده بقى نفس الكلام، تمام. في ايه تاني هنا؟ فورمات شورت، فورمات لونج، فورمات شورت لونج، خلاص. طيب ايه بقى فورمات بانك دي؟ 2 decimal points، لو عايز تاخد علامتين عشريتين فقط من بعد العدد الصحيح بتقول فورمات بانك، طب لو عايز تاخد أربعة يبقى فورمات شورت.
يبقى الشورت 4 والبنك ياخد 2 علامة عشرية اللي 54.57. لو قلت فورمات شورت جي، نفس الفكرة بقى، كلها عمليات تقريبية، ياخد الأرقام أرقام معينة بعد الإيه، بعد العدد الصحيح. يعني أول واحدة قلنا فورمات كومباكت، هنضغط السطور عشان نكتب سطور أكتر. فورمات شورت اتفقنا إن إحنا ناخد أربع أرقام عشرية بعد العدد الصحيح. فورمات لونج ياخد كل الأرقام. فورمات شورت إي ياخد الأربع أرقام بعد العلامة العشرية. وإي دي يعني لما أقول لك إي زائد صفر صفر واحد، دي معناها 10 أس 001. لما أقول لك إي ناقص بقى أي حاجة، يقول لك إي زائد صفر صفر واحد، دي معناها إيه؟ معناها 10 أس 001. تمام. فورمات لونج اي يبقى ياخد كل الكسور. فورمات شورت جي بقى، الجي بياخد 3، اكبر 3 ارقام، best of 5 digit fixed or floating point. طيب فورمات لونج جي، لو قلت فورمات لونج يبقى ياخد كل الارقام الكسرية. لو قلت فورمات بنك هياخد رقمين بعد العدد الصحيح، رقمين بعد العدد الصحيح. لو قلت فورمات رو لوز returns to the extra line feed، يرجع المسافات الايه اللي كانت ما بين السطور. لو قلت فورمات هيرجع للوضع الاصلي، لو الوضع الافتراضي، يرجع للوضع الافتراضي اللي هو اول وضع خالص، اول وضع خالص يعني كل الحاجات اللي فاتت دي مش تتطبق، وهيتطبق من اول فورمات. انت عايز تخليه كومباكت، عايز تخليه شورت، زي ما انت عايز. او بكده يبقى احنا انتهينا من قصة فورمات، وان شاء الله المرة الجاية نحل الاكسرسايز.